زي ما قلت لك كده في كذا طريقة تفكير يعني بعض الفيربن كل فيربن دوت بيبقى معاه بريمتس البريمتس دوت يا اما هيكون في الاكوزاتيف يا اما هيكون في الدكتيف يعني انت النهارده كده بتقول ان عندك مغرورين اول حاجه تعرف الفيرب ده معناه ايه بعد حرف الجر بتاعه المناسب وتشوف كده الفيرب اللي حرف الجر دوت هتستخدمه في الدكتيف ولا هتستخدمه في الاكوزاتيف انا يا مستر هستخدم كل الفيرب اللي عندي لا انت هتستخدم الفيرب اللي في السكيدجول دوت في الجدول ده عندك في فيرب هتشتغلوا مع بعض دلوقتي وانا حتى حالل لك او جاوب لك على كل فيرب ايه الفيرب بتاعه النهارده بقى تحاول تحفظ كل فيرب حرف الجر الاساسي وتشوف هو حرف الجر الاساسي مع بعض مره واحده ثم ايس اويمنت يعني ايه اويمنت احنا قلنا مره فاتت يعني تدريب يعني يحلم اويمنت مع حرف الجر ايه برافو عليك مع فون اويمنت فون تاني فيرب ها انفانجل انفانجل ستار او تو بيجين معناها مستر ها معناها دي مع حرف الجر ايه دي مع حرف الجر ميت انفانجل ها ميت اي لادن اي لادن ها انفايت يعني ادعي حد يزي حد اي لادن ها سو بعد كده ها ارسالن ارسالن ها تو تيل يحكي تمام يحكي عن حد يحكي قصه عن حد قصه عن شخص بيحكي ارسالن ها فون ولو انت واخد بالك من اول خالص برايمن فون يبقى تستخدم لطيف برايمن فون كان لطيف ان فايندينج ميت لطيف اي لاف ات سو لطيف ها ارسالن فون لطيف يعني ميت وفون وسو لطيف بعد كده شرايبن شرايبن يعني رايت يكتب شرايبن ان يكتب مع حرف الجرين اكوزاتيف يعني مثلا لو اديت اكزامبل اقول لك ايه ايش شرايبر ان ماينن بوينت تاني كده ich schreibe an meinen Freund. Ich schreibe einen Brief an meinen Vater, an meinen Onkel. Und das hat die Welt, worum der Absatz hier unter meinen. Bei dir ist sich ärgern wie über. Sich ärgern wie du Absatz über. Mit deinem Hager mal auf Karriere über. Sich entscheiden. Yani Karol. Sich entschuldigen. Yani sich entschuldigen. Yani sich muss mal auf Karriere für. Sich entschuldigen für. Excuse. Gratulieren. Gratulieren. Ha? Zu. Gratulieren. Yani congratulate. Yani hanni had. Tim al Latif. Sich informieren. Sich informieren über. Ahab per boy. Sich verabschieden. To say goodbye. Yani to go to had. To say ma had you a dao. Sich verabschieden. Von. The one. To say von Tim al Latif. O Zorgen. Zorgen. To care. Yani abu tamibi. Zorgen für. مع الأكوزاتيف اعرف كده ان فيو وان يوبا أكوزاتيف فيو وان يوبا أكوزاتيف لكن فون وبيتي سو فون وبيتي سو هتبقى لطيف اخر فيربين تايم ديمن مع حرف الجر ان تايم ديمن يعني يشترك ماشي وزيش شتيهيد يعني تو اندرستاند وزيش شتيهيد تيجي مع اللطيف تحت بقى يعمل اكسرسايز كده مهم جدا عايز منك مهورتين هنا في تو سبيسز اول سبيس محتاج حرف الجر تاني سبيس محتاج الارتكل المناسب لحرف الجر اللي هيحول الكلمه اللي بعديها تعالى كده نشوف واحده واحده ثم ايز ثم ايز هاس تو شو بيت دي هاوس اوف جاب انتي فانجن طيب واحده واحده يا مستر وانت حاطط بيت هنا بناء عليه اشمعنى حرف الجر بيت ما انت كان عندك سو فون ايبا فيور اي حرف اللي احنا اشتغلنا عليه مش معنى بقى حرف الجر ميت هبص على اخر الجمله كده او هبص على الجمله عموما هبص ايه الفيرب اللي عندي الفيرب اللي عندي ان ديفانجل اللي هو جاي من ان فان ان ديفانجل ده انا حافظه موجود عندي في الجدول يجي معاه ميت تاني خطوه ميت يعمل لطيف طب الهاوس او جابل كلمه جامعه اللطيف بتاعها ايه تي برافو عليك تي بلغان هتحاول تبقى ايه مثلا هتحاول تبقى ليه هتحاول تبقى ليه Nummer 2. Hast du dich schon? Space des Direktor entschuldigt. Entschuldigt, wir haben den entschuldigen. Wir haben den excuse. Oh, wir haben den Mister. Wir haben den Latif. Ma hat für Gerre. Oh, ma hat für Gerre Boy. Er ist der Boy. Wir haben den entschuldigen. Wir haben den Gerre Boy. Dann auch schon mal der Boy. Dann ich hatte, Direktor, die sich der Habir, erhauen hat, die Nummer 3. Hast du dein
ودي شغل ريبورت ستاك جراف كبير. اه بس كده على باين خليتها داينر. الله ليه عملتها داينر يا مستر؟ اقول لك عشان تستطيع. طب ليه عملتها تستطيع؟ عشان فيرب جراف سميري مع حرف جر تسوق. وتسوق تعمل تستطيع. انا بقول لك هو انت يعني او انت هديتي او عملت كونفرتيريك تثبيتي في الريبورت ستاك الريبورت بتاعها وحسب الباين اوف ودي شغل ثم الريبورت ستاك جراف سميري. وما فيها حصل دي شون سبيس تيما ان تشايلد. اه ده الفيرب ان تشايلد هنا ما حرف جر ايه؟ ما حرف جر فيو. الفيرب ان تشايلد ما حرف جر فيو يبقى حصل دو دي شون فيو اي تيما ان تشايلد. طب ليه عملتها اي؟ عشان اقول لك ده اكوزيتيف. طب تيما بتاعها ايه؟ اه ممتاز تيما بتاعها بس يبقى نشتغل عليه على اي بس اي المفروض حسب شون ها ان داينين مضيف بارتنر ها كيستيمل. اه يا مستر ليه كده بتاعها حرف الجر ان ايه البريفيشن بتاعك ان عشان الفيرم عندك كيستيمل يعني الفيرم سترايبل سترايبل مع حرف الجر ان وان بتعمل اكوزاتيف في حته داينين. شفت مش ازاي؟ ها كيستيمل يعني الفيرم سترايبل مع حرف الجر ان وان بتعمل اكوزاتيف. نمرة 6 حصل شون فول. ايه واحد كده راجل فول. طب ليه عملتها فول؟ قال لي يا مستر عشان لقيت في اخر الجمله او لقيت في الجمله عموما فير ابشيدد. فير ابشيدد فير بارتنسيبل فير ابشيدد. فير ابشيدد يعني سي جود باي يودع او يسلم على حد يودعه. فير ابشيدد مع حرف جر ايه؟ هو فول. وفول بتعمل لطيف عشان كده خليتها داين ديب. طبعا التر تحت الدولار دي دولار القديم فالداين بقت داين ديب. تحت يقول لك نمبر 6 يقول لك هتحط دو بقى هتحطها دير ولا ديش؟ يعني هو عايز يختبرك دو هتبقى دير في اللطيف ولا هتبقى ديش في الاكوزاتيف؟ طبعا ده مترتب عليه متوقف على ان الفيرب يبقى حرف جر بيعمل لطيف هتخليها دير. لو كان الفيرب بيعمل حرف جر اكوزاتيف هتخليها ديش. اول سؤال كده بيقول لك ايه؟ ايش او اول اكزامبل ايش قايمه نوع فون دير. انا كنت بحلم بيك انت. طب ليه يا مستر ما عملتهاش ديش؟ عشان عندي فيرب قايمه فون. الفون بتعمل لطيف مش كده خليها دير. نمبر 7 ايش ديك هو ان ديش. اه ايش ديك هو ان ديش. انا بفكر فيك انت. طب ليه عملتها ديش؟ بقول لك عشان الفيرب ديك مع فيرب ان فون بتعمل اكوزاتيف. مقاي ايش حب هو في تراون سوديه. طبعا في تراون يعني يصل. تمام انا بصل فيك انت. ليه عملتها دير؟ عشان حرف جر سو اللي جمع بين الترابيه. هو في ايش حب ميش في ديش ان تشاكن بالنسبه سيش ان تشاكن في يعني حفظ. تمام كده. واخر حاجه سيش تشاكن باي دير. طبعا حرف جر باي بيعمل لطيف فالدو هتبقى لطيف. ده ملخص الدرس بتاع الفيرب الجديد الانفلسيوني. احفظ الفيرب كويس المعرفة بتاعه. احفظ حرف الجر الملتزم بيه او المرتبط معاه. وطبعا بناء عليه يا اما هيعمل اكوزاتيف او هيعمل لطيف. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. واحاول ابعت لكم كده برضه شيء او ورقه حلوه علشان ناخد منها الدرجات ويبقى ده بالنسبه لكم الاساينمنت.